سلام. في الثانية اللي قلت فيها سلام، أكثر من 30,000 شخص تصفح المواقع الإباحية الآن، أي بمعدل 1,800,000 مشاهدة في الدقيقة الواحدة. أكثرهم من العرب. هنيئا لنا، أخيرا تفوق العرب عن الغرب، لكن للأسف في مشاهدة الأفلام الإباحية، فهم الأكثر إقبالا على ذلك بمعدل 55 مليون موقع إباحي شهريا. يا خيب التربيت فيكم يا عرب، يا اختي يا غبتي يا غبتي يا غبتي. ظهر مصطلح الإباحية أو البورنوغرافي أول مرة في قاموس أكسفورد الإنجليزي عام 1857، فقد اعتمدت الصناعة الإباحية على كافة وسائل الاتصال التي ظهرت على مر التاريخ، كالكتابة على الحجارة والطباعة وصولا إلى المجلات والتلفزيون والإنترنت وغيرها من وسائل مختلفة. قبل 13 عاما كان هناك حوالي 170 ألف موقع إباحي عبر العالم، هذا العدد تضاعف بشكل مهول الآن ليصبح على شبكة العنكبوت أكثر من 5 ملايين موقع إباحي. اليوم 25% من المواد المبحوث عنها هي عبارة عن مواد إباحية، وأكثر من 327 شخص بحثوا عن كلمات إباحية في الثانية الواحدة، فيما أن 35% من مجمل التحميلات على الشبكة العنكبوتية هي لمواد إباحية. النظافة من الإيمان، نعم هيا نظف المكان، نعم. لا يمكن أن يعاني سوق البورنو من الكساد طالما الناس يعانون من الكبت والوحدة، هذه قاعدة ثابتة منذ القدم في صناعة الأفلام الإباحية. أرباح هذه الصناعة تتجاوز في متوسط التقديرات 20 مليار دولار سنوياً، أي أكبر من عائدات النقدية الناتجة عن الكرة القدم والبيسبول مجتمعين. مؤخراً موقع جوجل فضح المستور وصنف بعض الدول الإسلامية ضمن أوائل الدول بحثاً عن المواقع الإباحية في العالم. شرفتونا. أعزائي العرب، أنتم منهمكين في البحث عن المواد الإباحية لدرجة تصدرتم قائمة المكبوتين، فابحثوا عن خلاصكم وكفاكم سلام.